أيضا ناخذ سؤال. تفضل تفضل. علي وهيب، مدير مكتب وكالة الأنباء الفلسطينية في القاهرة وفي جامعة الدول العربية. حقيقة أنا بداية أود أن أهنئ مملكة البحرين بالنيابة عن إخواني وزملاء الوفد الإعلامي المرافق لمعالي الأمين العام على حسن الضيافة وعلى ما صدر منها من قرارات ومبادرات هامة تخص القضية الفلسطينية. 223 يوم على الحرب الإسرائيلية على غزة، وإسرائيل مصرة على أن تتحدى الإرادة الدولية. هناك 35 تقريبا ألف شهيد، 100 ألف ما بين جريح وما بين مفقود. سؤالي هو يعني ما يتداوله الشارع العربي، لماذا المجتمع الدولي غير قادر على وقف إطلاق النار؟ لماذا قرارات مجلس الأمن لا تنفذ ودائما تصطدم بالفيتو؟ إسرائيل حولت قطاع غزة من أكبر سجن مفتوح إلى أكبر مقبرة في العالم، ولكن من هنا نبلغهم ونقول لهم بأن الشعب الفلسطيني سيصمد على أرضه ولن يغادر أرضه مهما حصل من مذابح. شكرا. شكرا. سؤال تعليق. تعليق يعني حقيقة أصبت وصادق وكلامك سليم وصحيح أن النظام الدولي والمنظومة الدولية عاجز اليوم على اتخاذ قرار بسبب نظامها، وليس فقط يعني القضية الفلسطينية إنما أيضا قضايا أخرى. نلاحظ أن يعني المنظومة الدولية والنظام الدولي يحتاج إلى، ما أحب أستخدم كلمة إصلاح لكن في هالحالة أعتقد أنه يحتاج إلى إصلاح وتطوير، ودول عديدة بما فيها دول أوروبية مثل ألمانيا ودول مثل الهند والبرازيل إلى آخره قاعدة تدعو إلى تطوير عمل ومنظومة مجلس الأمن ومنظومة الدولية والأمم المتحدة، وإن شاء الله أن نصل في يوم من الأيام إلى إصلاح لهذه المنظومة بحيث أن بالفعل تحقق اللي تفضلت بطانا. يعني إن أنا عاوز أقوله لك أنه في هذه الأيام 230 اللي أنت تتحدث عنها، هذه الأيام كشفت عن سقوط ادعاءات أخلاق السياسة، الادعاءات على مدى عقود كشفت عن سقوط كل أنواع الدعاوى في أنه لا يوجد تفرقة عنصرية، لا هناك نظرة عنصرية، بالتأكيد هناك نظرة عنصرية، ولو كانت هذه الدماء هي دماء أوروبية ما كانوا سمحوا بكل هذا أن يحدث. فهو في الحقيقة سقوط لكل من يدافع عن الأداء الإسرائيلي والتصرفات الإسرائيلية، سقوط كامل. وأنا شخصيا في مكتبي على مدى هذه الأيام 200 وعندما أتحدث مع أي مسؤول أتصور أن بلاده أو مجموعة الدول التي تجمعه لها مواقف فاشلة في هذه الأزمة، فيكون حديثي دائما لا تحدثني عن وعن وعن وعن، لأنهم صدعوا دماغنا، والبعض منا كان يصدقهم للأسف الشديد. يعني كل هذه الجمعيات والهيئات
التي تدعي الاستقلال والتي تصدت على مدى عقود لوضعية هذا الرجل أو هذه المرأة في مجتمع ما، ولماذا يحاكم ولماذا يتهم، صمتت عن 35,000 شهيد وما يقرب من 75,000 جريح. ده إن عكس شيء فهو سقوط الأخلاق،